شو سيديك ماشي دوك واحد تحت خابطو اللي عليه وما يلا يحرك من بلو اللي هو سيديك ماشي الين يفوت يطبق القانون باللي ولا عليه لا بده نعرف ذاك اللي يعدل له. جايس امبيلانس يدور يقدم شكاية بولي عليه يدور ايجاب لوتها طبعا في كاميرات مسجلين ذا كاملو اي شيء خلق هون مسجل اسكي بيك شوفوا هذا اعوذ بالله ليش من الشوابي فاتوا تخطاوا ال 40 وال 50 كاملين ديدنوا من النفاق سيدي راعي حالة ماشي قايسة مخبوط من اللورة على الراس ما هو خابطه من قدام خابطه من اللورة راهو سيدي بعد ما كان خابط حد ولا شيء كان لا يقول كلمة وشوف يعبر بها عن رأيه وجاه ذاك نادم وخابطه من اللورة